مساء الفل الديفا سميرة بن سعيد، الصوت في شجن وفي كلاسيك وفي طرب وفي ثقافة. سميرة بن سعيد مواليد الخمسينات، صاحبة الصوت الرقيق الجميل في كلاسيك، في طرب ناعم خفيف، حضور آثر، صوت في ثقافي حقيقة. أنا اللي بعرفه عن الفنانة الديفا هذا لقبة سميرة إنه هي عازفة بيانو، يعني بتفهم بالسولفيج وبتفهم بالمغنى اللي بتغنيه كويس. بنشوف لها ألبومات عديدة وأخذ جوائز طبعاً، ألحان العظيم بليغ، ألحان محمد سلطان، عبادي الجوهر، طلال مداح، حلمي بكر، حتى في أنا سمعت لها بزماني لحنين للموسيقار السوري سهيل عرفي، كان أول واحدة يا أبو الحبايب يا نهر الشام، والثاني يا دنيا اللي غناها العظيم الكبير وديع الصافي. أنا حضرت لها حفلة في مدينة حلب في مطعم اسمه سيفان، وأذهلتني كيف طلعت غني. عام 1982 غنت سميرة وأبدعت من يوم أنا، يعني صرت أقول كيف شو معنى بقى هذا الغناء، شو معنى الكلاسيك، شو معنى التطريب الطرب، شو معنى واحد بيغني جبلي. كل واحد الله سبحانه وتعالى كيف عاطيها الخامي وكيف بينطق وبيغني. طبعا سميرة عم بتغني بدون تكليف وعم بتوصل لعندك على قلبك دغري، معناتها عم تغني بالصدق، صوتها كان صادق فعلا وأسعدت الناس. وبحلب وخاصة في ذاك الوقت، طبعا الحلبي من الناس السميعة لا يستهان به على مساحة العالم العربي، فهو بيقرر من هو المطرب وما هو غير مطرب، وهذه له قصص كثير من حيث هذا الكلام. الحلو بسميرة أنه عاصرت الكبار والوسط والحديثين اليوم، لأنه كمان أنا قرأت مرة وشفت لها صورة مع العندليب الأسمر عبد الحليم وهي صغيرة، بتقول أنه اكتشف العندليب عبد الحليم ودعاها إلى مصر عشان تتعلم وتغني لأنه صوتها حلو وديكورة حلو، وكان هذا. منشوف سميرة دائما عندها تألق، عملت دويتو أكثر من مطرب، بذكر مع العظيم أمير الطرب هاني شاكر، مع الصوت الجميل محمد ثروت مصريين، مع نجم العراق الفنان الكبير سعدون الجابر. وأيضا لها أغنية راي لون الراي، غنيتها كمان مع الشاب مامي، الأغنية طبعا اسمها يوم ورا يوم، أغنية ضربت وانشهرت شهرة واسعة. إن دل ذلك دل على أنه سميرة فنانة وذكية، بتعرف أنه لازم حضورها يضل باق ولازم تعمل أي شيء في الغناء حتى تضل اسمها ملعلع، فهي ضربة ذكاء منا. في شغلة عند سميرة، هي طبعا نجمة عربية كبيرة ومطربة المغرب تحديد، يعني غنت أغاني وطنية أو قومية لكل البلاد العربية. أذكر غنت لفلسطين الحبيبة، لسوريا، للبنان، لمصر، يعني كتير غنت. كمان عندها باع طويل بهذا الموضوع. كمان ندل عن ذلك، ندل على أنه هي عربية أصيلة بتحب وان في مكان ينبض فيه القلب العربي غنت له. الحلو بسميرة الفيديو كليب، الفيديوهات تبعها كتير كتير جميلة وناجحة، إلى ميزة حلوة فيهم كلهم ناجحين وعلى مستوى كبير. سميرة بن سعيد عندها أكثر من 50 ألبوم غنائي وأكثر من 500 أغنية.
هذا دل على شيء، دل على انه فنانة كبيرة ودخلت في صفوف الكبار، يعني امثال الكبار اللي مروا عندهم هالمساحة بالاغاني هي صارت مثلهم. عملت سميرة عمل خاص، اغاني طبعا مش لألا، مثل دارة الايام في خنو، يعني بعض الاغاني اللي تغنت للكبار حبت هي تعيدهم بصوتها، كمان كانوا ناجحين كتير. وما بدي انسى المرحوم الدكتور جمال سلامي كمان لحل كتير. يعني سميرة قد ما نحكي عنها اعمالها سابقة كلامنا بكتير، واجمل ما فيها تواضعا، سينا التواضع عند سميرة وهالابتسامة الحلوة دائما ما بتفارقة، هيدي كمان من صفات النجاح عند الفنان. كذلك في لحن كنت حبه للدكتور عبد الرب إدريس، كمان فاروق سلامي ملك الأكورديون. يعني سميرة لها باع كبير بالمغنى وفاتت على كل شيء له علاقة في الموسيقى، يعني فنانة كبيرة حقيقة. وبتمنى أنا دائما وياريت هلأ عن جديد اسمع شو آخر عمل لسميرة، لأنه ألبوماتها يعني ما بتنتسى حقيقة. مطربة قلتلكن رقيقة شفافة تدخل القلب بسرعة، يعني بتغني صح، صوتها بيغني صح صح، ولا بأس بصوتها، يعني صوتها بين الوسط ما بين الصوت الكبير وبين الصوت الصغير، يعني أنا بسمي الصوت الوسطي، لأنه دائما اللي بيفهم بالموسيقى أو اللي بيعزف آلي موسيقية دائما بيقدر بياخذ بصوته إلى الأعلى، دائما بياخذ بصوته لأنه الآلي هي بتجره بيكون مشى صوته. أخيرا اللي بلفتني بالفنانة الكبيرة الديفا سميرة، إنه هي ما شاء الله غنت كل الألوان، غنت لون سوري، غنت مصري، غنت أي لون حتى الراي، يعني بانوراما، صوتها بانوراما، صوتها ما عنده شيء معجزي، أي شيء بتقوله بتغنيه بنفس الإحساس ونفس الدقة اللي تعودنا عليها. وسميرة فيها ميزة كتير كتير بتعجبني، إنه قلتلكم بدأت من زمن العمالقة إلى هذا الزمن ولم تتغير قيد أنملة، قدرت مع بليغ تكون مع بليغ شخصية وردي وتكون شخصية أم كلثوم، يعني نفس الهنك الشرقي الطربي، وقدرت حتى هذا الزمن بهاي الأغنية اللي بسموها شبابية أو ما بعرف شو بسموها، قدرت تعاصرهم وتقنعهم. إذا سميرة صوت لا يستهان به، مطربة كبيرة، مطربة بانوراما، كل الجمال عندها. حبيبة قلبي الديفا سميرة، تحية حب إليك ولعشاق فنك الجميل، إن شاء الله دايما بتكوني بصحة جيدة أنت وعشاقك واللي عم يسمعونا. شكرا حبايب، شكرا.